هكذا علم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمونا سيرهم بعدهم، فكانوا في طرقاتهم وكانوا في سكناتهم وكانوا البيوت مغلقة عليهم دائما لا يتبصرون. الله ناظري، الله مطلع علي، الله يراني. التقوى كما علم عرفها لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هي ان يطاع الله لا يعصى، وان يذكر الله فلا ينسى، وان يشكر الله فلا يكفر. هذا معنى المهم لا بد ان يستمر في حياتنا معاشر الاحبه، ان يستمر في حياتنا ونحن نربي ابناءنا، ان يستمر في حياتنا ونحن نتعامل صليمين متمثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم. الدين المعامله مع مرتين للناس، المثل والقدوه في هذه الاخلاق التي قال عنها حبيبكم صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق التي قال عنها حبيبكم صلى الله عليه وسلم. الدين حسن الخلق التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ايانا العبادات ويعلمنا الصلاه، فجعل الصلاه مرتبطه ارتباطا وثيقا بهذه الاخلاق، الصلاه التي تجعل صاحبها لا يستكبر على احد، انما اتقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يسقطا تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم ان صلاتك سهل لهم. عبادة الصوت التي تجعل لسان الانسان عفا فيقبح، فليذكر نفسه باخلاقه، فليذكر نفسه